إلى الله عز وجل بأن يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية ويكلله بالطمأنينة منه تعالى ويمكنه بعزه وتمكينه ويجعله لشعبه وبلاده حافظا وظاهرا ويكون له معينا ونصيرا. السجنية سجن المحلية بالقنيطرة على غرار باقي المؤسسات السجنية بالذكرى 15 لتأسيسها والتي تصادف 29 من أبريل من كل سنة، هي محطة هامة للتعريف بالمنجزات والمكتسبات التي تحققت بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي ستعتمدها المندوبية العامة في إطار استراتيجيتها المستقبلية سواء على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد. كذلك هي محطة للاحتفاء بالموظفين وأطرها على ما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل الرقي بهذا القطاع الهام والذي له دور أمني ودور اجتماعي هام في تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وتحقيقا للمبتغى من إحداث هذه المندوبية العامة. كما تعرفون وكما سبق وأن قلت أن استراتيجية المندوبية العامة تعتمد على 4 محاور أساسية بالإضافة إلى محاور أخرى. المحور الأول أنسنت ظروف الاعتقال، وعندما نتحدث عن أنسنت ظروف الاعتقال نتحدث عن تحسين وضعية الاعتقال، وذلك من خلال السهر على الرفع وفق الإمكانيات المتاحة للمندوبية العامة من الطاقة الاستيعابية للسجون والحد من ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها مجموعة من المؤسسات السجنية، وذلك يا إما ببناء مؤسسات سجنية حديثة تراعي جميع المعايير الدولية أو تهيئة إعادة تهيئة وتوسيع المؤسسات القديمة، بالإضافة إلى عنصر مهم وهو حق السجين في الوصول للخدمات الصحية، حيث عملت المندوبية العامة لإدارة السجون على الرفع من نسبة التأطير، وذلك بتوظيف مجموعة من الأطباء سواء أطباء العامين أو أطباء اختصاصيين في طب الأسنان أو التعاقد مع أطباء خارج القطاع، وذلك من أجل الوصول للخدمات الصحية ممتازة. بالإضافة إلى ذلك تحسين العمل على تحسين التغذية المقدمة لفائدة السجناء، وذلك بالتعاقد مع شركة خاصة للتغذية التي تقوم بمهام إعداد الوجبات الغذائية وفق معايير صحية ودقيقة. هناك المحور الثاني يتحدث على التأهيل لإعادة الإدماج. عندما نتحدث عن التأهيل لإعادة الإدماج، هنا عملت المندوبية العامة على الرفع من عدد المناصب الدراسية
سواء فيما يتعلق التعليم أو التكوين المهني أو الحرفي أو الفلاحي أو محو برامج محو الأمية، بالإضافة إلى برامج ثقافية رياضية، برامج كل جميع البرامج التي تساهم وستساهم في إعادة إدماج السجين عند الإفراج عنه. المحور الثالث يتحدث عن أمن المؤسسة وسلامة السجناء والمباني والمنشآت المخصصة للسجون. هنا عملت المندوبية العامة على تأمين بناياتها وتحديث أجهزتها الأمنية بأخرى حديثة، ضمان للأمن العام بصفة عامة والأمن الخاص داخل المؤسسة السجنية، وحماية السجناء وحماية موظفيها من جميع المخاطر التي قد تهددها باعتماد خطط استباقية تعد مسبقا لمواجهة أي خطر قد يحدث على مستوى المؤسسة السجنية. المحور الرابع يهم تحديث الإدارة ورقمنتها وتعزيز الحكامة. هنا عززت المندوبية العامة من مكاسبها السابقة بمكاسب جديدة على مستوى القدرات المؤسساتية للإدارة وتنفيذ وتتمين العنصر البشري من خلال البرامج، سواء تعلق الأمر بالتكوين المستمر أو التكوين المتخصص بمركز تكوين الأطر بتيفلت، أو بعقد شراكات سواء وطنية مع جامعات وطنية أو دولية، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مدارك ومعارف موظفيها لمسايرة جميع النظم والقوانين سواء الوطنية أو الدولية.